الأسبوع اللي فات اعتمدت وزارة الصحة عقار جديد لعلاج قصور الغدة الدرقية، وأعتقد إن ده خبر قد يهم ناس كتيرة جدا، لأنه للأسف السيدات 90% منهم وكبار السن أيضا من أكتر الناس عرضة للتعرض ليه أو المرض بالغدة الدرقية. إحنا ما نعرفش معلومات كتيرة، وممكن يكون ناس كتير بعد الشر عندها يعني الغدة الدرقية، لكن هي مش عارفة إن هي عندها. إزاي نكتشف المرض أصلا؟ إيه هو العقار الجديد؟ إيه الحاجات اللي بتترتب عليه؟ يعني إيه، هل ليه علاقة بالضغط والسكر الغدة الدرقية؟ هل ليه علاقة بأعراض أخرى أو تبعات أخرى؟ كل ده هنعرفه النهاردة مع دكتور عمر حداد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والسكر، وعضو الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر. نهارك سعيد يا دكتور. معاك سيدي فل، اهلا بيك. في البداية أنا أحب أعرف إيه هي الغدة الدرقية، وظيفتها إيه، والقصور بتاعها بيسبب إيه؟ طيب، هو الحقيقه الغده الدرقيه هي احد الغدد الصماء اللي موجوده في جسم الانسان. هي موجوده في الرقبه تحت ما يعرف بتفاحه ادم، موجوده احنا عباره ما عن عندناش، انا ما عنديش تفاحة ادم هي فين. يعني فيها تحت هذا المكان. هي عبارة عن فصين، فص يمين وفص شمال، وبتاخد شكل الفراشة اللي فاتحة جناحاتها. تمام؟ الغدة الدرقية ليها وظائف مهمة جدا في جسم الإنسان، لأن هي بتفرز هرمونات مباشرة في الدم. الهرمونات دي مسؤولة عن حاجات كتيرة جدا، منها درجة حرارة الجسم، منها معدل نبضات القلب، منها طريقة نمو الإنسان، منها مثلا الكالسيوم اللي موجود في العظام، البناء العضلي لجسم الانسان، وحاجات كتيره جدا متعلقه بالبنيه في جسم الانسان، وفي تنظيم بعض العمليات الحيويه في جسم الانسان. علشان كده لو كان في طفل صغير بيعاني من اي مشاكل في الغده الدرقيه قد تؤدي الى ضعف في النمو، وممكن يكون الطفل ده قصير القامه. علشان كده لو نلاحظ حضراتكم انه في الاطفال الصغار اللي هم حديث الولاده بيتعمل لهم فحص دلوقتي كلهم من كعب الرجل، بيتجاب الطفل. كل الامهات طبعا اللي سامعيني اكيد عارفين الحكايه دي. بناخد عينه من كعب الرجل عن طريق شكه، بتتاخد نقطه دم بتتحط على كارت كده علشان نشوف الطفل ده هل هرمونات الغده الدرقيه هو مولود بيها سليمه او فيها قصور، لان لو كان في قصور يعني نقص في الهرمونات اللي بتتفرز من الغده الدرقيه، ده ممكن يكون له تاثير على نمو الطفل الذهني والبدني والعقلي، قد يصاب في النهايه بقصر في القامه. فلازم استدلال على الحكايه دي منذ الولاده. الفحص ده ما كانش موجود زمان، ما كانش بيتعمل، دلوقتي بقى فحص اساسي لازم يتعمل علشان لحديث الولاده والاطفال. حديث الولادة اللي هم الأطفال اللي لسه مولودين في الأسبوع الأول بعد الولادة على طول، بنعمل الفحص ده عشان نستدل على صحة أداء الغدة الدرقية من عدمه. إذا كان في أداء جيد وهرمونات سليمة يبقى الطفل ده هينمو بشكل سليم. زمان كان ما كانش الفحص ده بيتعمل، كانت الأم أو المدرس في المدرسة بيلاحظ إن الطفل استيعابه في المدرسة قليل أو وزنه قد يكون زيادة أو قليل، وإن هو عنده يعني مفيش تركيز ووزنه زيادة وعنده بعض الأعراض الأخرى زي الإمساك مثلا أو الخمول أو الكسل، وتحس إن هو عنده تركيز ضعيف جدا واستيعابه في المدرسة وتقدمه العلمي والذهني والبدني قليل جدا، وعنده قصر في القامة ما بيطولش. فكان لما ده يحصل يعني الطفل ده بيتعرض على أخصائي أطفال وبيستدل بعد ذلك إن هو عنده قصور في الغدة الدرقية. من هنا كانت فكرة عمل فحص الغدة الدرقية لحديثي الولادة، علشان لو كان في أي مشكلة منذ الولادة نبدأ نصلح القصور يتم اللي موجود ده تلافيها. علشان يبقى في نمو سليم للطفل ده. يعني أنا فاكرة اللي أوبرا وينفري عملت من كذا سنة حلقة، واللي هي اكتشفت، قالت اللي هي اكتشفت اللي عندها مرض السكر، وبعدين لما ابتدت تعمل تحاليل وقالوا لها الدكاترة تعمل تحاليل وكده، اكتشفت إن هي عندها الغدة الدرقية، وده اللي كان سبب اللي هي جالها السكر وجالها ضغط. ايه علاقة السكر والضغط بالغدة الدرقية بالذات؟ هي الغدة الدرقية مسؤولة أو ليها تداخل بشكل كبير في نسبة السكر في الدم. والسكر كمرض من أحد أسبابه هو زيادة نشاط الغدة الدرقية، لأن الهرمون اللي تفرزه الغدة الدرقية إذا زاد عن المعدلات الطبيعية بيؤدي في النهاية الى ارتفاع نسبه السكر في الدم، وايضا ممكن يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. يعني الغده الدرقيه بتبقى فيها مشكله لو خامله او لو نشطه زياده، بالظبط. يعني هي كده الغده او كده. الدرقيه يعني وكانها هي المسؤوله، ودي حقيقه، عن معدلات نشاط الجسم. اذا كان في زياده
في هرمون الغده الدرقيه وزياده في نشاطها، تلاقي الانسان ده ضغطه عالي، سكره عالي، بيعرق كتير، عصبي جدا، بيترعش، عنده جحوص في العين، وزنه قليل جدا، ما بينامش كويس. تمام، كل الاعراض دي بتظهر مع الشخص اللي عنده زياده في نشاط الغده الدرقيه. لو شفنا بقى قصور الغده الدرقيه يعني الا في هرمونات الغده الدرقيه، نلاقي الشخص ده وزنه زياده، عنده خمول، عنده كسل، ما عندوش استجابه وردود فعل طبيعيه، تحس ان هو بطيء في ردود فعله، عنده امساك، عنده بطء في نبضات القلب، عنده الام في الاطراف نتيجه التهابات في الاعصاب. كل ده بنشوفه، واذا كانت سيده بنلاقي عندها لخبطه او عدم انتظام في الدوره الشهريه، وكان الغده الدرقيه هي المسؤوله عن رتم اداء الجسم بشكل عام، ايقاع الجسم كله. بالظبط. ليه السيدات اكتر عرضه يا دكتور؟ السيدات علشان الهرمونات اللي موجوده في جسم السيدات ليها علاقه بهرمونات الغده الدرقيه من قريب او من بعيد، علشان كده وجدنا بالابحاث انه السيدات هم اكثر عرضه من الرجال في الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، وكبار السن أيضا فوق سن 50 سنة. علشان كده المفروض أنه أي حد يعدي سن 50 سنة المفروض أنه هو يعمل تحليل الوظائف الغدة الدرقية بشكل دوري، لأنه مش من الصح أبدا أن الشخص طالما السيدة وسنها فوق 50 سنة، مش صح أبدا أن احنا نستنى لما هي تشتكي من أعراض سواء قصور او سواء زياده في نشاط الغده ان هي يظهر عليها اعراض بعد كده نبتدي بقى نتحرك علشان نفهم السبب ايه. لا، احنا نبادر بذلك. تعليقي على اوبرا وينفري انه احنا في عقلنا يعني او في تصوراتنا انه الاجانب عندهم اهتمام اكتر بعمل الفحص الدوري للاطمئنان على انفسهم، فشيء غريب انه شخصيه يعني اعلاميه كبيره زي اوبرا وينفري ان هي ما تعملش الفحص الدوري ده. لكن على كل حال تعليقي يعني على هذا الامر يعني انه هي بدات اعتقد لاحظت ان ضغطها بدا يرتفع والسكر، وبعدين تعاملت على ان هي مريضه ضغط، فلما عملت الفحوصات بقى الدوريه علشان تشوف بقيه اداء وظائف جسمها وجدت ان هي عندها سكر مرتفع، وكان ده باب فتح الباب انه بدا يبقى فيه شك في ان الغده الدرقيه قد يكون فيها مشكله، وبالفعل لا وجدت فيها مشكله وبدات تتعالج يعني. يعني الغده الدرقيه مش مرض مزمن يعني، لا هو هي مرض مزمن، مرض مزمن، لا مش في كل الاحوال مزمن، هو اكثر الحالات بتبقى مزمنه ومستمره، لكن مش كل الحالات. في امراض مناعيه، انك تجدي حضرتك ان مناعه الجسم بتهاجم النسيج او الغده الدرقيه، فصوص الغده الدرقيه، قد يؤدي هذا الى قصور في اداء الغده يعني قله في افراز الهرمون، وقد يؤدي الالتهاب المناعي ده الى زياده في افراز الهرمون وزياده في نشاط الغده. ده شيء قد يحدث وعلاجه ممكن يقضي عليه تماما. الحاجات الثانيه ممكن يكون في اورام في الغده الدرقيه سواء امراض حميده او اورام خبيثه. اذا كانت اورام حميده علاجها بيكون سهل ونهائي، اذا كانت اورام خبيثه على حسب المرحله اللي بيوصل فيها المريض للمستشفى او للطبيب، اذا كانت حاله متقدمه اكيد طبعا هيبقى ليها استمراريه بعد كده. في حاجات تانيه انك تجدي انه سيده عندها اثناء الحمل خلل في اداء الغده الدرقيه، زي ما قلنا انه السيدات اكثر عرضه للاصابه بمشاكل في الغده الدرقيه، فيبقى الاولى بقى انه اثناء الحمل مع زياده الهرمونات اكتر انه قد يحدث خلل في اداء الغده الدرقيه اثناء الحمل، وبمجرد ما تنتهي فتره الحمل بتبدا الامور تتصلح يعني وتنتهي. مش كله كمان مزمن يعني، مش في كله حاجات مزمن. بتبقى حالات بس طارئه كده او حالات وقتيه. ادويه البرد، علاج البرد والانفلونزا ليها اذا كان في شخص بيستخدمها بشكل يوم منظم وبكميات كبيره ممكن تؤدي الى اصابه الغده الدرقيه بخلل فعلا، وتعالج كلنا بقى ادويه البرد وتعالج دي والحاجات في ناس بتستخدمها بشكل غير مقنن وبشكل كبير جدا، وفي ناس بيكون عندها نزلات البرد متكرره بشكل كبير نتيجه ان هو مش منظم او عنده مناعه قليله. والصداع على طول بتاخد ادويه اللي هي شبه ادويه البرد على طول بانتظام. الادويه اللي تحتوي على عقارات تعالج امراض الانفلونزا والبرد هي اللي استخدامها بشكل غير مقنن ممكن يؤدي الى خلل في اللي اداء هي الغده. ايه الماده اللي بتبقى فيها عشان الناس ادويه اللي هي بتعالج الاحتقان والارتشاح رشح الانف ومضادات الحساسيه، هي الادويه دي اللي ممكن تؤدي الى ده. في برضو التعرض للاشعه السينيه اللي هي الاكس راي، ممكن واحد شخص احنا طبعا كلنا عارفين انه اي شخص هيعمل اشعه اكس راي اللي هي الابيض والاسود دي، المفروض ان هو حط الفني اللي بيقوم بالاشعه دي بيختفي او بيداري نفسه وراء جدار عشان ما يصابش بده، لانه بيعرض الشخص اللي بيجي يعمل اكس راي ويمشي بيتعرض مره واحده، اما الفني اللي بيعمل الاشعه
لو ما تستخباش او درع نفسه وراء جدار عازل يحميه من الاشعه دي هيبقى معرض ليها بشكل كبير، واحد مشاكلها انها قد تؤثر على الغده الدرقيه عنده. فممكن نلاقي فني اشعه بتشتغل ايه حضرتك؟ انا بشتغل فني اشعه. طب انت بتتوخى الحذر اثناء عملك في انك ما تتعرضش للاشعه؟ لا انا ما بعملش كده، على طول اشك ان هو ممكن يكون عنده خلل في اداء الغده الدرقيه نتيجه تعرضه للاشعه. تمام. طب خلينا نشوف بقى العقار الجديد اللي اعتمدته وزاره الصحه. اولا ايه هو العقار المستخدم قبل كده والعقار المستخدم قبل كده، ودلوقتي ايه الجديد وبيختلف عنه ازاي؟ انا زي ما قلت لحضرتك انه مشاكل الغده الدرقيه بتبقى في صورتين، اما زياده في نشاط الغده او قصور في نشاط الغده. العقار الجديد اللي اصدرته وزاره الصحه له علاقه بقصور نشاط الغده الدرقيه، يعني قله افراز هرمون الغده الدرقيه. الادويه القديمه او الموجوده في الوقت الحالي حتى هذه اللحظه هي هرمونات البديله، ان احنا بنعوض الجسم، الشخص اللي عنده قصور في اداء الغده الدرقيه احنا بنديله هرمون من بره في صوره اقراص. كان في مشكله ان معظم الادويه دي او الاقراص دي بتيجي من الخارج، ما احناش عارفين هي جايه ازاي وهل هي مخزنه بشكل جيد او الماده الفعاله اللي فيها سليمه ولا لا. فكان بيجي منها مشاكل كبيره جدا، زائد ان التركيز بتاعها كان 50 او 100 مايكروجرام. لكن احنا في اوقات كتيره جدا بنحتاج نظبط الجرعه للمريض يعني حسب وزنه، فكان تركيز ال 100 وتركيز ال 50 اللي موجود ده لا يكفي لهذا لاداء هذا الغرض. فكان عندنا مشكله ان احنا كنا كل شهرين الى ثلاثه محتاجين نشوف المريض تاني. وهو ده الصح، لما مريض الغده الدرقيه اللي عنده قصور اللي بيتعوض بيجي كل شهرين الى ثلاثه، بس كنا بنجد مش كل العيانين مظبطين قوي بسبب ان الجرعات اللي موجوده مش مناسبه والادويه معظمها جاي بشكل غير سليم، فمش عارفين نظبط الدنيا قوي. العقار الجديد الميزه اللي فيه هو حاجه اسمها ليفو سايروكسين، وده هرمون بديل بيعوض الغده الدرقيه عن قصور الهرمون اللي موجود فيها. الفكره فيه ان هو في تركيز 25 و50 و100، وده عقار معتمد من وزاره الصحه المصريه بيصرف عن طريق الوزاره، فده موجود وهيبقى متوفر في السوق جدا، هيسمح للاطباء باختيار الجرعات المناسبه للمرضى. كل مريض على قد احتياجه، اللي محتاج 75 هيقدر ياخد في الحاله دي، اللي محتاج 125 هيقدر ياخد في الحاله دي، اللي محتاج مثلا 225 هيقدر ياخد في الحاله دي. هنقدر نظبط الجرعه للمريض علشان عندنا حاجتين، اولا العلاج سليم وموجود في مصر وعن طريق الوزاره ومعتمد ومراقب، ثانيا جرعاته 25 و50 و100، ودي جرعات تسمح للدكتور ان هو يقدر يختار للمريض الجرعه المناسبه حسب حالته. التحاليل بتاعت الغدد عموما دي بتبقى تحاليل مستقله تماما ولا هي بتبقى تبع صوره الدم ولا بتبقى ازاي يعني؟ هو الغدد الصماء كتيره، يعني في الغده النخاميه اللي موجوده في المخ في اسفل الجمجمه، وفي الغده الدرقيه اللي هي موجوده في الرقبه، وفي عندنا مثلا الغده فوق الكظريه او فوق الكظريه او فوق الكلويه اللي موجوده في الجنبين فوق الكليه، وفي عندنا الخصيتين في الرجال او المبايض في النساء، وفي عندنا الغده الاكبر وهي البنكرياس موجود في البطن. كل غده البنكرياس غده طبعا هو بيفرز هرمون الانسولين. احنا عندنا دلوقتي كل غده ليها التحاليل الخاصه بيها. اذا كنا عايزين نتكلم عن موضوعنا النهارده اللي هو الغده الدرقيه، ففحوص الغده الدرقيه هي عمل ثلاث تحاليل، هي هرمونات الغده زائد الهرمون اللي بيجي من الغده النخاميه. الغده النخاميه هي الغده الرئيسيه اللي بتشرف على اداء الغدد كلها، بتفرز هرمونات، كل هرمون بيتوجه الى الغدد الاخرى عشان يشغلها. فعلشان نعمل تحليل الغده الدرقيه بنعمل الهرمون اللي جاي من الغده النخاميه، وبنعمل هرمونات الغده الدرقيه تحديدا، وكمان بنعمل ايه؟ كمان بنعمل تحليل سكر، لان احنا بنقول ان هي بتعمل خلل في اداء السكر فلازم نعمل تحليل سكر. كمان بنقول ان هي ليها علاقه بنسبه الكالسيوم وان هي ممكن يكون من احد مضاعفات هشاشه العظام، فمنطقي ان احنا نعمل هشاشه للعظام، تحليل الدكسا اللي هو بيقيس كثافه العظام، وفي نفس الوقت هنعمل مثلا نسبه الكالسيوم في الدم. في حاجه اسمها كالسيتونين، ودي ماده بتفرزها الغده الدرقيه بتتحكم في نسبه الكالسيوم في الجسم، فلازم نعمل برضه كالسيتونين. محتاجين مثلا للمريض ده لو هو عنده التهابات في الاعصاب الطرفيه من نقص هرمون الغده الدرقيه ان احنا نعمل له دراسه للاعصاب الطرفيه. محتاجين ان احنا لو المريض ده شكينا ان هو ممكن يكون ضغطه عالي ان احنا نتابع ضغط الدم عنده ونعمله التحاليل الخاصه بضغط الدم عشان نفرق هل الضغط اللي موجود عنده ده سببه انه ده ضغط مزمن واولي ملوش علاقه بالغده، ولا ده ضغط ثانوي نتيجه زياده نشاط او قصور نشاط الغده. ده مجموعه تحاليل يعني، مش تحليل واحد. مش تحليل واحد طبعا، ده مجموعه تحاليل يعني. ده بجانب طبعا التصوير،
ان احنا نعمل اسكان مسح ذري على الغده الدرقيه او نعمل الترا ساوند اشعه موجات وسطيه على الغده الدرقيه عشان نشوف الفصوص بتاعتها وشكلها، لانه في مرضى بيكون عندهم زياده في حجم الغده، ودي حاجه اسمها بنسميها جويتر، ان تلاقي الغده الدرقيه حجمها كبير. من اشهر الشخصيات المصريه اللي كان عندها الغده الدرقيه علشان نقدر نستوعب هي السيده ام كلثوم، كان عندها الغده الدرقيه، فكان كنا بنلاحظ ان هي عندها بروز في العنق نتيجه ان الغده كان حجمها كبير، عشان كده هي كانت هامتها مرفوعه كده دائما وهي بتغني، يعني الغده كانت اللي حصل في عينها ده بسبب الغده الدرقيه، والجحوظ اللي بيحصل في العين، وكان عندها رعشه خفيفه في الايد مع تعرق في اليدين. تمام، اي مريض غده درقيه بيكون عنده سر المنديل بقى، ده سر المنديل، ده سر المنديل. انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا دكتور عمر حداد، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والسكر، وبتمنى ان احنا نكون القينا الضوء يعني على امراض الغده الدرقيه وعن العلاج الجديد كمان فيما يخص الغده الدرقيه، واعتقد التشيك اب الدوري يعني لازم كلنا نعمله، يعني محدش فينا ما يعملوش، لازم كلنا نعمله. بشكرك يا دكتور جيد. العفو يا فندم. فقراتنا لسه متواصله معاك وراجعين بس بعد الفاصل.